الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب كبير. السنة اللي قال دي مدرسة اوروبا الدوري تعيش معاه. اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام مع ميد يوسف وحازم امام. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي. اهلا بكم وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي. والنهارده معانا العالمي والثعلب. الثعلب كسب الاسبوع اللي فات, الاسبوع ده العالمي حط عليه. صباح الفل يا ميدو. صباح الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. خلص عليه, مخلص عليه, عامل شغل جامد. يعني جامد جدا, مش عارف يخلص مني. كل ما نصور مش شايف بقاله اسبوعين من جامد فيه. ايوه التوتال سكور كام؟ وبعدين دايما ارجع لك لنقطه البدايه. بص التوتال سكور كام. ممكن اسالك سؤال؟ مش عارف, ما يفرحليش ليه. هو محير الدنيا شويه. اقبال المعجبات مع كابتن ولا مع حازم؟ لا مع كابتن حازم طبعا. طب ما كابتن ميدو اصغر مني سنا. ما ميدو اصغر مني سنا وشغال اهو كويس وعامل شغل ملك الحاجات دي. اه ماشي, خلص علينا والله. بس خلي بالك ان انا قلت له من سنتين ونص كان جاي من بعيد وقربت سنه. دلوقتي بقول له جاي جامد جامد داخل على الصيف جامد. وبعدين استقبال العضله بتاعك مع السن ابطا. انا بالرياكشن بصراحه. ايوه بس ميدو, ميدو ان هو بيروح التمرين خمس دقايق يتصور ويمشي. ما والله بس عشان مفيش ارضك بره. والله الاربع سنين عمال شغال دي على الانستجرام. بس بياخد خمس دقايق يتصور ويمشي. ما كنتش مظبط في الصيف كويس ميدو. ما كنتش مظبط في الصيف كويس بذمتك. دي واحده بس يا ميدو. بس هي ما بتكبرش, هي واقفه زي ما هي. وانا مش عايز اكبر. وانا حسين مبروك ده ولا اسمه الشحاب مبروك ده؟ حسين مبروك. هو بيحبط من عزيمتك بس انت ما يهمكش. لا لا انا جامد. انا خلي بالك الحاجات اللي هي المايند جيمز دي لعبتي. هيوقعوك, هيحاولوا يهبطوك. انا ياما لعبت مع لعيبه. خليك دايما جامد. لا انا ياما لعبت مع لعيبه كانوا ايه, حتى وانا في عز ما انا بجيب اجوان ومش عارف ايه بتاع يقول لي ده اخرك. يا مش عارف. فمتعود على المايند يعني جيمز. متعود يعني. لا لا تقلقش. ثعلب حبيبي يا سيف. نور. ربنا يخليك يا سيف. بارك ايه؟ وحشني والله. عامل ايه؟ النضاره جامده جدا. دي جايبها من لندن. حلوه. حلو. حلو. لا لايق على وشك وحلو بصراحه. يعني مرات القليله اشوفك لابس نضاره. انا في النضارات لعلمك اشتري ما استلفش ابدا. صح. سمير جاب واحده اختها. طيب. ايه اللي حصل الاسبوع ده؟ الاسبوع ده من اسوء امتالي الاسابيع على مستوى العالم. يعني كل الناس النمبرز بتاعتها او الارقام بتاعتها ضعيفه جدا جدا. معرفش يعني. انا جايب 31, ميدو 37, حتى كل الريال انجيشن حاجه 40. اسبوع سيء جدا 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 بصراحه. ويمكن في طبعا ماتشات ما اتلعبتش كتير. يعني في فرق ما لعبتش في وسط الاسبوع او في الاسبوع, فعشان كده الارقام في لعيبه. يعني انا عندي مثلا الجون بتاع شيفيلد ما لعبش, فبالتالي طبعا ما خد صفر, ما اشتغلش. كان عندي لانستر ما لعبتوش لانه برضه مش هيلعب النهارده او الاسبوع اللي فات. ففي في فرق ما لعبتش, دي اثرت شويه على النتيجه. بلس طبعا ان معظم الناس حاطه لعيبه ليفربول, وليفربول اتغلبوا. شفت الاسبوع ده عامل ازاي؟ كل الناس لما كابتنها مانيلا لما كابتنها صلاح, الاثنين طبعا ما عملوش حاجه. فطبعا النمبرز كلها نزلت بشكل كبير جدا. الدفاع هتلاقي دايما اي واحد حاطط دفاع من ليفربول برضه. طبعا ثلاث اجوان دي شالت الدفاع بشكل كبير. فارقام كتيره ضربت الاسبوع ده. ميدو يعني ليفربول يخسر بثلاثه في موسم هو الافضل فيه بالشكل ده شيء طبيعي في الكوره؟ يعني بص, هو ووتفورد فرقه كويسه جدا. كانوا ملخبطين جامد جدا في اول الموسم وغيروا اثنين مدربين. بعد كده لجأوا لنايجل بيرسون. نايجل بيرسون مدرب كبير عنده خبرات كبيره جدا في البريمير ليج. وكان هو مدرب ليستر السابق, هو اللي صعد بليستر قبل كده, فعنده خبرات كبيره جدا. قدر ان هو يعيد تنظيم الفريق على ملعبهم. فرقه صعبه يعني. ملعب ووتفورد انا لعبت عليه كذا مره, ملعب صعب جدا, ملعب ضيق. بيعرفوا حازم يخنقوا اي فرقه, عارف الملاعب اللي هي الصغيره اللي هي ملعب كنز وعرضه ضيق. وكانوا منظمين جدا ويستحقوا المكسب. عندهم لعيبه, عندهم شخصيات كبيره جدا. انا بحب جدا ديني كابتن الفرقه, الراس حربه, لعيب قصه كفاح كبيره جدا حازم. وفي عز ما هو في عز ما هو بيلعب وفي وسط التالق بتاعه في الشامبيون شيب اتسجن سنه. اتسجن, دخل السجن سنه كامله. وان هو يرجع يوصل تاني يبقى واحد من اللعيبه المميزه في البريمير ليج مره ثانيه, بيوريك قوه شخصيه يعني لعيب عظيم. ليفربول كانوا وحشين جدا. ومن اوحش الماتشات اللي شفتها لهم السنه دي ماتش اتلتيكو مدريد برضو. كانوا ما كانوش في احسن حالاتهم. هيفكر ازاي كلوب بعد الماتش ده؟ وهيكلم مع لعيبته يقول لهم ايه؟ لا يعني بص, ساعات وانت ماشي كويس قوي كمدرب بتحمد ربنا ان الالم يجي لك بدري او يجي لك في التوقيت المناسب.
وانا في رايي ان ده الماتشين دول بمثابه صحوه لليفربول قبل ماتش العوده بتاع اتلتيكو مدريد. هم خلاص كده ياخدوا البريمير ليج، لكن ماتش اتلتيكو مدريد اللي جاي مش سهل، لان بره ملعبهم اتلتيكو مدريد بيلعبوا احسن من ملعبهم، يعني بيلعبوا كاونتر اتاكينج جيم، هجمات مرتده. فماتش هيبقى فيه ماتش هيبقى حلو جدا. وانا كنت مراهن ان كابتن حازم من اسبوعين ان اتلتيكو مدريد هيطلعوا ليفربول لو فاكر، صح ولا لا؟ هنشوف يعني. طيب هيطلعوهم ان شاء الله. طيب احنا عايزين بقى هنطلع فاصل ونرجع نتكلم بعد الفاصل في موضوع مهم جدا. عايز ايه؟ انا مش عايز اطلع. انا عايز انزل. مش عايز اطلع فاصل. عايزين، انا مش عايز. هرجع لك، هرجع لك يا بيه تاني. نطلع بعد الفاصل نرجع نتكلم على الاولمبيات اللي احتمالات كبيره جدا تتاجل في مفاجاه مدويه بعد الفاصل. مدويه. ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم النهارده ستارز اوف فانتسي، ولكن هنخرج النهارده شويه بره الصندوق وهنتكلم في الاولمبياد. حازم، توقعاتك الاولمبياد ان هي تتاجل بشهر واحد صعب، وفي احتمالات ان هي تتنقل، وفي كلام ان في دول قدمت انها تستضيف. لا دول ده بيقولوا كمان بطوله اوروبا ممكن تتاجل على فكره. بطوله اوروبا السنه في 12 دوله في انتشار الكورونا دي ممكن كمان تتاجل بطوله اوروبا. يعني في حاجات كتيره شفنا الدوري الايطالي ما في فرق ماتشات كتيره، ويمكن رحلوا ماتش انتر ويوفي بعدين رجعوه تاني، هيبقى يوم الاثنين الجاي. لخبطه كبيره جدا جدا موضوع الفيروس ده، قال الناس طبعا في اليابان برضه انتشر بشكل كبير، والبطوله في شهر 7، وبالتالي يقال انها ممكن تتاجل. احداث كتير قوي يعني لو بطوله اولمبياد اتاجلت هتحصل مشكله كبيره. انا هتحط فين؟ هتحط في نص الموسم، هيبقى بالتالي اللعيبه الكبار اللي في اي نادي مش هيقدر يلعب، ولا حتى اللعيبه اللي بتلعب في الانديه اساسا. لما بتلعب في انديه هتبقى مشكله كبيره جدا انها تلعب في وسط البطوله وتروح تلعب وتسيب البطوله وتروح تلعب اولمبياد. بلس كمان زي ما بقول لك بطوله اوروبا ممكن تتاجل السنه دي بشكل كبير جدا على فكره لو فضلت الحاله بالشكل ده. خلي بالك ان انت السنة دي في نقطه عايز اقولها لك مهمه. انت بقالك نص ساعه في ثلاث جمل عدتهم اربع مرات. ده ايه مقدم البرامج اللي بيجيب الناس؟ لا بطوله اوروبا احتمال تتاجل. دقيقه واحده بس، بطوله اوروبا احتمال تتاجل. الفيروس انتشر بعدين بطوله اوروبا على فكره احتمال تتاجل. احنا هنقعد اليوم كله في الاربع جمل. بطوله اوروبا السنه دي او المره دي يعني حد بيعمل ضيوفه كده لاول مره حتى ده مش الشغل. خد المعلومه دي تبقى عندك عشان انت اكيد مش عارف. لاول مره هتبقى في 12 دوله بلاتين عاملها عشان كام سنه حاجه يعني 50 ولا مش عارف كام سنه على بطوله اوروبا، وبالتالي عملها في بلاد كتيره جدا. فبالتالي صعب ان انت تسيطر، او صعب ان هو مش عارف فين المكان دلوقتي اللي فيه الفيروس. يعني خصوصا شفت ايطاليا ابتدت تبان بشكل كبير جدا، صح؟ ابتدى نوعا ما في اسبانيا. الله اعلم ان شاء الله بيبقى بيقال على الصيف الفيروس ده يعني ان شاء الله ينتهي، لان مع درجه الحراره الكبيره الفيروس ما بيبقاش دي يعني تواجد بشكل كبير. فنتمنى، لان الاحداث الرياضيه شفناها ازاي بقت تاثر الحاجات دي عليها. يعني اول مره تشوف في الدوري الايطالي ماتش من غير جمهور، دوريات كتير دلوقتي اتلغت، في ماتشات اتاجلت لاول مره، حاجات كتير جدا تشوفها غريبه جدا. يعني خبر صعب يا ميدو. فالاولمبياد لو اتاجلت هيبقى موضوع صعب، وهياثر على حاجات كتير، على دوريات بقى محليه، على بطولات كبيره، هتبقى مشكله كبيره طبعا. يعني من دلوقتي لازم كابتن شاور غريب يدور على ثلاثه لعيبه كبار فوق السن من الدوري المصري، لان هو الدوري الوحيد اللي هيكون واقف. حسب هيتلعب امتى بقى البطوله؟ لو اتلعبت في ديسمبر يعني زي ما بيقولوا. انا بتكلم لو الكلام اللي ديسمبر ليه الدوري هيبقى واقف ليه في مصر؟ هيوقفوه مخصوص يعني؟ طبعا. بس كانوا وقفوا كاس امم. ايوه ماشي. فانت عندك الدوري المصري السنه الجايه هيقف على الاقل شهرين ونص. عندك كاس الامم الافريقيه في يناير، وعندك الاولمبيك جيمز في ديسمبر. لو اتلعبت زي ما بيقولوا هيبقى على الاقل شهرين ونص هيقف. ده هيحط طبعا اي لجنه مسابقات شغاله تحت ضغط كبير جدا ان هي تعرف تنظم جدول المسابقه، ربنا يكون في عونهم. ولكن بالتاكيد صلاح مش هيكون موجود في الاولمبيك جيمز، ولا تريزيجيه، ولا حجازي، ولا المحمدي لو في فرص، كل اللعيبه الكبار. لازم يبقى فيه بدائل، لان صعب جدا الانديه البريمير ليج وانديه الانديه الكبيره في اوروبا ان هي وممكن على فكره رمضان صبحي لو راح نادي كبير في اوروبا في الصيف. فعندك فيه متغيرات كتيره جدا هتحصل في طريقه تفكير كابتن شوقي. وخلي بالك تغيير ميعاد الاولمبيك جيمز مش هياثر على الكوره بس، هياثر على لعبات كتيره جدا. انت عندك الاولمبيك جيمز ده في كل الالعاب اللي انت صعدت فيها. هسالك سؤال فكر فيه سريعا، لو طلب منك ان انت تنزل انتخابات الجايه رئيس الاتحاد تاخد معاك حازم امام رئيس ايه؟ اتحاد الكوره. وتاخد معاك حازم امام مجموعه من الشباب، توافق ولا ترفض؟ اوافق لو حازم هو اللي هيبقى رئيس الاتحاد مش انا. يعني لو هو ماشي. شايف انا راجل. طيب لو طلب منك انك تنزل نائب وحازم رئيس الاتحاد
ولا هينزل نائب ولا هينزل رئيس الاتحاد. ده السؤال ده والنبي سيبك منه هو خالص، خليك معايا سيبك منه. ما اعرفش ليه بيجيب حاجات غريبه كده. يعني سيبك منه، انا بسالك سؤال، انت ليه مش عايز ترد عليا؟ نعم. لو طلب منك ان الكوره ده سؤال خلي. يعني في رايي ان هو سؤال، يعني انا دايما ما بحبش اتكلم في الافتراضات. طب اعتبر واقع، لو بعد اربع شهور قعدوا معاك المسؤولين قالوا لك احنا دلوقتي عايزين نروح لبلان تانية وفي امور مختلفه، فاهم قصدي؟ وانت تيجي نائب رئيس، يجي حازم معاك، تيجي مجموعه من الشباب وعايزين ناخد الكره في حته تانية، اجل بلانك 3 سنين اربع ممكن. سنين نودي الكره في حته ممكن. تانية ممكن طبعا توافق؟ حازم مين اللي هيجي يقول لي اول حاجه؟ مين هيجي يقول لي بلس؟ على فكره اللي الناس ما تعرفوش ان بقى لي معاك 10 سنين، فاي موضوع بقوله لك اول سؤال بتقولي مين اللي هيعمله ومين اللي هيقول وبعدين في الاخر بيحصل. هو زي ما ميدو بيقول الافتراضات دي صعبه، لان الدنيا اوان الافتراضات دي سهله وقريبه جدا. الاتحادات يعني لازم انتخابات يا فندم، لازم انتخابات مظبوط. انا وميدو اي حد صغير ممكن ما نكسبش انتخابات قدام ناس كتيره. رؤيه الانتخابات اتغيرت تماما، ابتدت تتغير تماما. معاك انا عارف اللائحه دي اللي نزلت الانديه بشكل كبير. لا ما تقولش الكلام ده يا ريس، انا لا في ناس قدام، لا في ناس بتعرف تشتغل انتخابات. لا انت برضه بتتكلم في احنا بنعرف نشتغل انتخابات. معلش تعرف انتخابات؟ لا 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 هتقعد تنزل وتلف وتجيب. لا هو بيتكلم ملك الحاجات دي. لا دي واحده بس، انا وقفت جنبه يعني. دي واحده، هو بيتكلم في رؤيه ثانيه، هو بيتكلم في 240 دلوقتي 160. 160 هو بيتكلم في قصه 106. بالعكس 106 برضه انتخابات مش بتاعي انا. حازم نفس برضه السؤال، رئيس نائب برضه اتقال لك كده لصالح الكره المصريه مع مجموعه من الناس، وسيبك من حته الانتخابات، البلان كلها هتتغير على حسب السيف بتاع الموضوع. بص الموضوع مفيش حد بيشتغل لوحده، يعني الاتحاد الكوره عمره ما هينجح غير لازم الانديه تنجح معاه او تنجحه. الانديه في مصر كل واحد ده من خلال يعني خبرتي او يعني خلال شغلي في الاتحاد، الانديه بتبص دايما لمصلحتها الشخصيه يا سيف، واتحاد الكوره المفروض يبص لكل مصالح الناس. اللي بيحصل في مصر ان الزمالك والاهلي بس عايزين 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 حاجاتهم بس تتعمل، ومحدش بيبص لحد تاني، وبالتالي بتيجي مساعات كتير بتصطدم بالانديه دي، فبتصطدم بالانديه دي الدنيا كلها بتقوم عليك، الدنيا كلها بتبص لك على ان انت ضد، وان انت اصل انت زملكاوي فضد الاهلي او انت اهلاوي ضد، تاخد حته منحنى تاني. دي حاجه. تاني حاجه، احنا في مصر مع احترامي يعني عمرنا ما هنكسب حاجه كوره بجد غير لما بتكون كده بالصدفه، لان انت ما بتحضرش حاجه. ان كل ما بتحضر حاجه يا سيف عشان كده، عشان كده الناس عايزين تبقى نهايه نظام. انا بقى ما هو الناس عشان كده الناس عايز ما الناس ما هي الفكره. لما بترشح حد بيتكلم عليك عالمي عشان يحط نظام، هم على قد الفكره. بص عالمي، عالمي على قد ما بيقولوا ان انت عندك يعني حته كده مش مظبوطه، بس اقسم بالله بتقول كلام يا سيف. في ناس كتير جت كانت عايزه تعمل استراتيجي، وناس عايزه ممكن تشتغل. بس هقول لك حاجه، احنا في مصر جم امتى دول عامه؟ ممكن لا في فرق من الناس عندها افكار، بس عايز اقول لك حاجه بس، معلش فرق من الناس عندها افكار. بس عايز اقول فكرتي، بس عايز اقول فكرتي وبعدين نتكلم عليها. انا مش معترض عليك، انا بسالك بقولك لا لسه امتى. ما انا لسه ما جاوبتش الفكره انا عايز اقولها. يعني انا بقول لك عامه، وانت بتعمل حاجه هتعملها بعد اربع سنين ما بتكسبش من اول سنه، وممكن تكسبش ثاني سنه. احنا في مصر ما حدش بيصبر عليك بعد اول سنه. لو خسرت في التصفيات مثلا، طلعت بره تصفيات افريقيا، الناس دي يا عم دي عيال صغيره ما عندهمش فكره، مشوهم يا ابني. هي دي النظريه يا سيف، ان انت على طول انت عايز تكسب. ما فيش حد بيبني حاجه غير لازم في الاول بيتعب. احنا هنا في مصر دايما عايزينك، الناس شايفاك البرازيل، ما ينفعش ايه ده مصر خسرت، ما ينفع الناس دي فاشله. لو انت بتحلم بيه ده، ما انا بقول لك، بس ما انا بقول لك لما فكره الناس، ما انا بقول لك لما فكره الناس تسيبك تشتغل اربع سنين، انك تتعب في الاول وتبني وتشتغل وتخسر وبعدين تبتدي تكسب. لو ده اقول لك ده انا اخش لو ده كان متاح. ايوه ماشي، ما بقول لك انا لو ده حصل ما هي ان يبقى في تغيير. ما امشي بس واحده واحده معايا، والله انا مقتنع بكلامك. لو الناس عايزه تغير والدوله بتتحرك ناحيه التغيير وناحيه التطوير، وبتتكلم في شباب وناس عندها فكر انها تطور، في الحاله دي يبقى عندك مشكله. ده سؤالي طبعا. بس هي ما بقول لك، هل بقى لو بتحصل المشكله انك تخسر مثلا تصفيات كاس عالم، او تخسر بطوله افريقيا سي مثلا في اول سنه جايه، خلك تصفيات كاس عالم، ما رحتش كاس عالم، مش هيحصل حاجه. انت ده دلوقتي، لا انا بقول لك ساعتها بقى، انا بقول لك ساعتها. لا لو انت راجل كابتن حازم، لو انت راجل شرحت وفهمت وقلت، بس ممكن اقول لك حاجه. الموقف ده حصل لي في الكوره اربع خمس مرات. ماشي، كنا كاسبين، كسبنا بطوله افريقيا وماشيين بشكل تصاعدي يا سيف، واحنا لعبنا بطوله كوريا، كسبنا بلغاريا وكسبنا مش عارف مين، واحنا كسبنا بلجيكا وكسبنا بعدين مع امريكا، يعني عملنا ماتشات كويسه قوي ماشيين بشكل كبير جدا. واحنا بطوله كاس العالم للقارات، اول ماتش لعبنا كويس قوي 2-2 مع بوليفيا، ثاني ماتش مع المكسيك شوط اول خاصيه 2-0، شوط بنلعب 10 لعيبه ياسر ضرب اتطرد، لعبنا الشوط الثاني وتعادلنا 2-2. مصر كلها دي احسن فرقه في العالم، واللعيبه دي والعيال دي رجاله، والعيال دي والعالم كله بيتكلم علينا. جينا الماتش الاخير
السعودية طردت أنا وطردت عبد الستار وطردت كامونة، خسرنا خمسة. امشي مشي الكابتن سمير، امشي كابتن سمير، امشي كابتن جوهر، الفرقة دي وحشة. بس الزمن غير الزمن يا كابتن حازم، لا الزمن غير الزمن. زمان كان ممكن يبقى في تدخل حكومي بشكل كبير جدا في تغيير التعديلات، دلوقتي مفيش الكلام ده. خالص الناس طب ما انت لازم تغير، هو بتخسر يقول لك يا عم ماشي الناس دي. طب يا استاذ الناس دي من اسبوع من اسبوع من اربع ايام. ايوه انت لازم تغير، احسن ناس في مصر. ما هو انت لازم تغير. هي دي الفكره يا سيف، احنا ما بكلمش على بقى مسؤولين ولا مش الناس المسؤوله اللي بتاخد، الناس العامه في الشارع. هو اول ما بتخسر عنده لازم الناس دي فسده، والناس دي لازم تمشي، والناس خلاص انت بتحط عليك ضغط، فبالتالي المسؤول بيشوف ضغط الناس دي بكتير كده. ستا بس ممكن اتكلم اول حاجه، انا طالع ضيف معاك. لو بطلنا التفكير ده احنا بقول لك مش صح. بس بطل التفكير كان مسؤولين او الجمهور اللي هو انا لازم اكسب وخلاص، فاهم؟ لازم لكن لازم اعمل حاجه عشان اكسب. لو التغيير لو الفكر اتغير، بس انا عايزين اول حاجه بس اتفضل. انت النهارده في علامات انت او رسائل بتبعتها للناس من خلال شغلك، الرسائل دي بتخلي الناس ان انت حتى لو في اخفاق ان الناس دي تقول ان انت شغال في الدايركشن الصح، صح؟ يعني ما ينفعش ان انت مثلا تبقى قبل بطوله مهمه ويبقى في سكاندلز، في حاجات فضايح، ناس شغاله معاك قاعدين معاك على الترابيزه بيتخانقوا مع بعض، مش قادر ان انت تفرض سيطرتك على الناس اللي شغاله معاك، حاجات معينه بتحصل، فلما بيحصل الاخفاق بيروح جايب لك كل الكلام ده، صح؟ انما انت لو شغال النهارده بتطور المسابقه وبتطور لا انا ما بتكلمنيش في 20 سنه يا كابتن حازم، لا انا بكلمك في ان الزمن اتغير دلوقتي. اقول لك حاجه، انت زمان انت شغاله كويس، ما تتهاجم كل يوم. طب ما طبيعي ان انت تتهاجم وانت شغال كويس جدا. معلش طب ما طبيعي ان انت تتهاجم. لا 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 بس بنسبه اقل جدا. لا طب ما طبيعي ان انت تتهاجم بنسبه اقل يا حازم. لا لا يا حازم ما بتتهاجم بنسبه اقل برضه. المهم ان الناس شغاله في دايركشن الصح. معلش لا بس ناس كتير سبورت ليهم. هتتهاجم، مش بقول ان انت مش هتتهاجم، طبيعي هتتهاجم طول ما انت شغال في العمل العام هتتهاجم. واحنا في في اي دوله في العالم النهارده. انا عايز اقول لك ليه، اقول لك حاجه. طب معلش اقول لك حاجه، لما ايطاليا في التصفيات الاخيره، انت راجل على درايه بالكره الايطاليه كويس، لما ايطاليا في التصفيات الاخيره راجل المدرب اخفق وما طلعوش كاس العالم، صح؟ والاتحاد الكره حصل فيه ايه؟ اتبهدلوا، صح ولا لا؟ ماشي يعني اتبهدلوا، ده طبيعي. ده طبيعي. لكن اتحاد الكره بنتاليتي مختلف. خلصنا حلقتنا النهارده من ستارز اوف فانتسي، استنونا في يوم جديد. عالمي حبيبي يا سيف، بشكرك. توب اوف ذا ليج، بشكرك يا سيف. تفائل كده وبكره ان شاء الله دايما كويس. بكره احسن، بص النص كوبايه المليان، بكره احسن معاك ان شاء الله باذن الله. بكره افضل، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. نشوفكم على الف خير حبيبي يا سيف. الدوري الانجليزي لكرة القدم، والهدف الاول الكره دي فن ولعب كبير. السنه اللي قال دي مدرسه، اوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.